يقوم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا برافو 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 برافو. مساء الخير يا أطفال. إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد في هذا اليوم. وش راك ياسر؟ ها؟ قول لهم حاجة؟ ها؟ قول ياسر. جيت عند عمو يزيد. إذا نرحبوا بياسر. عنده مرض التوحد. ربي يشفيك إن شاء الله. يا أخي ياسر شوف وش حال الشباب. ها؟ واشن؟ شنو تقول لهم؟ الله يبارك الله يبارك ربي يسر ان شاء الله. مرحبا بك ياسر. اذا التفاته لكاع اللي عندهم مرض التوحد، احنا من خلال حصه عمو يزيد نحاولوا في كل مره نمروا رساله تضامن، رساله وقوف مع اصدقائنا الاطفال. يا اخي اطفال لازم الانسان يكون دائما مساعد لاخيه. اليوم كاين يوم مهم في هذه الفتره هذه. هذا اليوم يصادف يوم 20 جوان في هذه الفترة اللي هو اليوم العالمي للاجئين. دونك لا جورني انترناسيونال دي ريفوجي. على بالكم بلي كاين ناس في العالم الحروب وكامل ما خلات لهمش مأوى، يعني ما عندهم لا دار لا والو، يصبحوا لاجئين. يعني لما يتحركوا يروحوا يهاجروا كامل يصبحوا لاجئين، يفقدوا الوطن يفقدوا المأوى وكامل. احنا اليوم نتوقفوا باش نضمنوا مع هاد اللاجئين هادو، وراني درت لكم اغنيه مفاجاه. قبل الاغنيه نطرح عليكم اللغز اليوم كالمعتاد. انتوما واصدقاء الاطفال اللي راهم يشاهدوا فينا عبر موقع الانترنت يقدروا يشاهدوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالطريقه التاليه. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال لغز اليوم يقول أتنقل من مكان إلى آخر بدون أن أتحرك. من أنا؟ أتنقل من مكان إلى مكان بدون أن أتحرك. من أنا؟ معلش على بالي أنتم شاطرين، فكروا إلى غاية نهاية الحصة وتعطوا لي الجواب أنتم زملائنا وأصدقائنا الأطفال اللي يشاهدوا فينا. قبل هذا الشيء على بالكم يا أطفال في هذه الفترة يوم 17 من شهر رمضان المعظم، تعرفوا واش هي المناسبة؟ نقول لكم كاين مناسبة عزيزة علينا تمت في 17 من شهر رمضان المعظم. هي تعرفوها؟ تعرفيها بنتي؟ وقفي روحي قولي لي. تعالي واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك واش هي المناسبة؟ غزوة بدر. غزوة بدر برافو. تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. غزوة بدر على بالكم باللي الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا صايمين. إذن تمت في 17 من رمضان وكانت غزوة اللي فازوا فيها ونجحوا فيها الصحابة في هذاك الوقت، كانت أول غزوة. إذن أنا حبيت لو كان نقولوا الأيمن الباحث يديرنا بحث عن غزوة بدر، واش رايكم؟ يلا نرحبوا بأيمن، تفضل تفضل أيمن. برافو. مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكي لكم على غزوة بدر. غزوة بدر، وتسمى أيضاً غزوة بدر الكبرى. هي غزوة وقعت في 17 من رمضان، في العام الثاني من الهجرة، الموافق 13 مارس 624 ميلادي. بين المسلمين بقيادة رسول إسلام محمد وقبيلة قريش، ومن حالفها من العرب بقيادة عمر بن هشام مخزوم القريشي،
وتعد أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. وبدر البئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة المنورة. بدأت المعركة بمحاولة المسلمين اعتراض عير قريش متوجهة من الشام إلى مكة، يقودها أبو سفيان بن حرب، لكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة وأرسل رسولا إلى قريش يطلب منهم العون ونجدتهم، فاستجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين. كان عدد المسلمين في غزوة بدر 310 رجالا، معهم فرسان 70 جمالا، وكان تعداد جيش قريش 1000 رجل ومعهم 200 فرس، أي كانوا يشكلون 3 أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريبا. انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش، وقتل قائدهم عمر بن هشام، وكان عدد من قتل من قريش في غزوة بدر 70 رجلا، وأسر منهم 70 آخرون. أما المسلمون فلم يقتل منهم سوى 14 رجلا، 6 منهم من المهاجرين و8 منهم من الأنصار. تمخضت عن غزوة بدر عدة نتائج نافعة بالنسبة للمسلمين، منها أنهم أصبحوا مهابين في المدينة وما جاورها، وأصبح لدولتهم مصدر جليل للدخل وهو غنائم المعارك. بذلك تحسن حال المسلمين المادي والاقتصادي والمعنوي. شكرا 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 أيمن، شكرا 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 شكرا. يا أطفال، مقبلة كنا نتكلموا على اللاجئين. عمو يزيد دار لكم أغنية مهمة جدا، نقول فيها باللي في الدنيا هذه ما نقدروش نعيشوا من غير الحب. يا أخي الحب مهم في حياتنا، نحبوا والدينا، نحبوا دراستنا، نحبوا زملائنا، نحبوا أصدقائنا، نحبوا جدتنا، نحبوا جيراننا، نحبوا بعضنا بعض، نحبوا الوطن. يا أخي حب الله. إذن من غير الحب ما نرضى، لازم الحب في الحياة. تغنوا كامل معايا من غير الحب. يا أخي من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي نخليها الدنيا فوضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. الله بالحب أولى، سبحان رب المولى، أمرنا بالحب ربي ولهانا لا نكره لا لا. الله بالحب أولى، سبحان رب المولى، أمرنا بالحب ربي ولهانا لا نكره لا لا. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. نكره لا نعرف نحقد، في الدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. لا نكره لا نعرف نحقد، في الدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى.
بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في يديا، لا نرضى يفرقنا عدو وقلوبنا تبقى منسية. بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في يديا، لا نرضى يفرقنا عدو وقلوبنا تبقى منسية. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. لا 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 ما نرضى ونخليها الدنيا فوضى. نحبك يا أرضي وبلادي، يا حضني كنزي وزادي، نفديك بدمي وروحي من بعد أهلي وولادي. نحبك يا أرضي وبلادي، يا حضني كنزي وزادي، نفديك بدمي وروحي من بعد أهلي وولادي. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. شكرا 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 شكرا. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ إذن من غير الحب ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. الدنيا تكون فوضى من غير الحب يا أطفال يا أخي. إذن وش رايكم دركا؟ تحبوا العاب الخفه؟ يلا كامل نعيطوا دركا العم مراد اللي جانا من مدينه الورود البليده. تفضل عم مراد، تفضل. Thank you.
شكرا 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 شكرا. برافو 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 برافو. يا اطفال وش رايكم دركا؟ تحبوا الحكايات؟ يلا دركا نروحوا نحكي لكم حكايه الضفادع المتشابهه. يلا برافو 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 يا اطفال. او معنا ياسر. ياسر اللي من خلاله نديروا تحيه لكاع الاطفال اللي عندهم مرض التوحد الاوتيزم، لانه باش نساندوا والديهم كذلك، لانه عمل شاق، عمل شاق انك يكون عندك طفل هكذا وكامل. اذا تحيه لكاع الوالدين اللي عندهم ولادهم مرض ويعتنيوا بهم، اذا رانا معهم بقلوبنا وربي يوفقهم ان شاء الله، لانه عمل شاق وصعب. وانتم شكرا 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 شكرا. والانسان لما ربي يعطي له صحته ولاولاده يكونوا بصحتهم، مليح انه يحمد الله، لانه هذه نعمه كبيره ما عندهاش ثمن، يعني تفوق كل غنى، يعني ما نقدروش نقيموها باي قيمه كانت. يا اخي اذا كما قلت لكم مقبله، نحكي لكم هذه الحكايه. هذه هي تاع الضفادع المتشابهه. واحد النهار كانت مجموعه من الضفادع كانوا في البركه هكذا ويتكلموا هكذا، وقالوا لهم ما عندناش زعيم، ما عندناش واحد حنايا يعني قائد تاعنا هكذا اللي ناخذوا برايو كي يكون عندنا مشكل نستشيروه كامل. راحوا عند ملك الغابه، قالوا له يا ملك الغابه احنا عندنا مشكل، نحتاجوا قائد. قال لهم روحوا وانا دوك نبعث لكم اشاره، كي تشوفوا هذيك الاشاره جات هذيك هي باللي هذاك هو الزعيم تاعكم. قالوا بصح كيفاش نعرفوا؟ قال لهم كي تجيكم الاشاره تعرفوا. اذا راحوا هكذا قعدوا في البركه ديالهم. واحد النهار خرج هكذا جدع شجره في البركه، خرج هكذا من البركه جدع شجره، قالوا هذا هو الاشاره سير. وقعدوا وقالوا هذا هو الزعيم تاعنا، هذا هو القائد تاعنا. وقعدوا هكذا، قعدوا هذاك هو القائد يستشيروه، ما يجاوبهمش، ولكن قالوا مادام ملك الغابه قال لنا راح جينا اشاره، قعدوا يستشيروا فيه كامل. واحد النهار جا مر واحد الحيوان هكذا، قال لهم واش راكم ديروا انتوما؟ قال لهم هذا هو القائد تاعنا ورانا نستشيروه وكذا. قال لهم راكم غالطين ماشي هكذا. قال لهم شوفوا دوك نضربوا بحجره هكذا، دوك شوفوا ما يدير لي والو، هذا اذا كان زعيم رايح على الاقل يدير لي عقوبه. ضربوا بحجره ما كان والو. ومن بعد راحوا عند ملك الغابه، قالوا له كيفاش قلت لنا اشاره؟ قال لهم ماشي هذيك هي الاشاره، مازال ما جاتش. وزعفوا، قالوا كيفاش وحنا لازمنا قائد وما تفهمناش وما اتفقناش وهذه. بعد رجعوا للبركه قعدوا يستناو حتى خرج فيهم واحد الثعبان كبير هكذا، حب ياكلهم هذاك الثعبان. وعلاش؟ لانهم ما قدروش يتفاهموا فيما بعضهم باش يكون عندهم قائد فيما بينهم. عمو يزيد كي نسمعوا هذه الحكايه نفهموا باللي الاتفاق يؤدي الى النجاح. بالضبط 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 بوبي. وكان من الاول هاد الضفادع تفاهموا وداروا قائد من بينهم واتفقوا عليه، الاتفاق هو اساس النجاح، لازمنا نكونوا متفقين، ما لازمش بزاف الجدال. يا اخي يا اطفال يلا برافو برافو برافو. يا اطفال انا حبيت نسالكم حاجه، مادامنا في شهر رمضان المعظم، شكون اللي يعاون في الدار في الطياب؟ شكون اللي يعاون في الدار؟ شكون اللي يعاون؟ وقف وليدي، اروح قول لي واسمك. ابراهيم. تعاون في الثياب؟ ايه. واش تعاون؟ واش دير؟ الطباسه وكذا. تغسلهم ولا واش دير لهم ولا تحطهم فوق طابله؟ نحطهم فوق طابله ونغسلهم. تحطهم فوق طابله. برافو برافو وليدي، برافو برافو برافو. شكون اللي يعاون ثاني في الثياب؟ واسمك بنتي؟ رشا. وين تسكني رشا؟ في دالي إبراهيم. تعاوني ماما في رمضان؟ اه. واش ديري؟ طيبي شلاده. تواسي شلاده، باسكو شلاده ما طيبش، ولا شلاده تاع بالك شلاده مشويه، ولا كاين شلاده اللي طيب؟ لا شلاده راه سلاد فيرت وكامل. شاطره. شكون اللي يعاون ثاني؟ بنتي؟ واسمك بنتي؟ كاتيا. وين تسكني؟ في العاشر. تعاوني ماما ثاني؟ نعم. فاش تعاونيها؟ في لاسوب. لا سوب، واش من سوب بنتي؟ لا سوب شربة. برافو برافو برافو، شاطرة. شكون اللي عاون ثاني؟ واسمك؟
محمد. محمد واش تعاون في رمضان واش دير؟ نغسلت باصه. غسلت باصه، برافو برافو برافو، شاطر 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 شاطر. روحي بنتي تعالي تعالي بنتي تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ مرام. ها؟ مرام. مرام الله يبارك. وين تسكني مرام؟ في الجزائر. في الجزائر. واش ديري كي تعاوني ماما؟ ندير شلاطه. شلاطه ثاني، برافو برافو بنتي، برافو برافو. شكون انت ثاني؟ اوه خصنا نشوفوا العروسه هذه. روحي بنتي تعالي تعالي. قولي لنا واسمك؟ ميلان. كيفاش؟ ميلان. واش ديري كي طيبي؟ نطيب طعام. اوه برافو، طيبي طعام، برافو بنتي، برافو برافو برافو. شاطرين، عبالكم على شخصيتكم، لان اليوم نور الهدى وياسمين داروا لنا ان بلا. عبالكم الاطفال هادو سي دي بلا للاطفال، لي بلا هادو الاطفال يحبوا التحليه، لي ديسار وكامل. رايحين نروحوا مع نور الهدى نشوفوا واش دارت لنا اليوم مع ياسمين. يلا تفضلوا. مساء الخير يا اطفال. بمناسبة رمضان الكريم اليوم جيت نقدم لكم كيك وشوكولا. كيك وشوكولا تحبوه؟ يلا نشوفوا كيفاش طيبوه باش العشية كاع تروحوا طيبوه. هاي نبداو بالمقادير. نسحقوا كاس حليب. كاس حليب وربع حبات بيض، كاس سكر وزوج كيسان فارينة، كاس زيت وزوج مغارف كبار كاكاو وزوج صاصيات لا ليفور. وللتزيين نسحقوا معجون. معجون كونفيتور تاع ماش؟ جبت هنا دي فريز. اوكي كونفيتور دو فريز فراوله وفيرميسال سكري. داكور داكور داكور. يلا تبعوا يا اطفال. دوك نديروا الخلطه. اوكي نبداو بكاس حليب. كاس حليب رامي. يلا فوالا. اوكي ومن بعد واش نديرو؟ نديرو بحبات بيض. نديرهم كامل بالبلون بالجون يا اخي. اوكي بالبيض بالصفر تاع البيض اربع حبات. وكاس سكر. كاس سكر. يلا نخلطوهم بالباتور. نخلطوهم بالفوي. الفوي حمو يزيد ما يعرفش يطيب، ما يعرفش يفرق بين الباتور والفوي. هذا الفوي ملا. خلاص حنخلطوا هكذاك 30 ثانيه دقيقه زوج دقيقه هكذاك. اوكي نخلطوا هكذاك 1 مينوت ابري نخلطوا. ومن بعد نزيدوا زوج كيسان فارينا. زوج كيسان فارينا. يلا زوج كيسان فارينا. كاس زيت. شحال؟ كاس زيت. كاس زيت شفتوا؟ لازم تشفاو. زوج كيسان فارينا وكاس زيت. ونزيدوا كاكاو. كاكاو مغارف كبار. شحال؟ زوج مغارف كبار. زوج مغارف كبار. اوكي او دو باكي لا ليفور خميره. الخميره شحال باكي؟ زوج. زوج زوج باكيات تاع الخميره لا رو لا لوفور. اوكي ونخلطو. اوكي اوكي نخلطوهم واحد دقيقه هكذا كلها. دقيقه وزوج دقائق. زوج دقائق. اوكي إذا تخلطوهم دقيقة حتى لزوج دقائق يا أطفال. بصح ما تكونوش وحدكم كي تكونوا ديروا يا أخي، يكون معكم واحد كبير. ها بهلكو. ما لازمش، لازم يكون معكم واحد كبير على الأقل، خاصة كي ديروا حاجة في الفور ولا، يكون معكم واحد كبير يا أخي، بالكو من النار. هاي تنحبوكم ونخافوا عليكم يا أخي يا أطفال. هاي واش نديروا دركا؟ دوك نديروه في المول. نديروه في المول. نديروه في المول.
ندهنوا المول بالزبده ولا بالزيت؟ اوكي ندهنوا المول بالزبده. ايه ندخلوه في الفرن. الفرن نكونوا سخناه من قبل ولا لا؟ كنا سخناه اوكي. 5 دقائق ولا 10. شحال من درجة؟ 180. اوكي. نسخنوا الفرن 5 دقائق في 180 درجة يسخن ومن بعد درجة الحرارة 200. 200 شحال نخلوه يطيب؟ من 25 دقيقة 35 دقيقة. داك. برافو. اذا دركا طريقه التزيين. دركا كي خرجناه من الفور دركا نزينوه نسقموه. ها هي واش نديروا له؟ نديروا كونفيتور. كونفيتور دو فريز. قادره تكون اي كونفيتور تي خير تي فريز يا اخي. اوكي. ومن بعد داكور. ومن بعد واش ندير له؟ ندير هذا مع فيرميسال سكري. فيرميسال سكري. داكور داكور داكور. هايل 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 هايل. فوالا واش هي طيبة هكذا؟ هي خلاص واش هي طيبة؟ إن شاء الله. شكرا. يا أطفال درك لحقنا لواحد الركن اللي نحبوه بزاف، هو الركن اللي جو تحكوا لي النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ أرواح ولدي تعال تعال. أنا عندك خلاص وجد أقعد. واسمك ولدي؟ زكي عبد السلام. عبد السلام وين تسكن عبد السلام؟ دلس. في دلس خيار الناس. احكي لنا نكتة تاعك. واحد النهار واحد الطفل راح معايا راح يشري راح يشراو كوجاك. من بعد كي ولا طاحت له في الطريق قالت له يماها ما تلفتهاش باش يحسها الشيطان. كي زادو شوية طاحت يماه. بعد قالت له وليد عاوني باش نوض. قالت له لا 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 حتى انت اللي حسك الشيطان. تفضل تفضل. شكون عنده نكتة؟ تعالي تعالي بنتي روحي تعالي 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 تعالي. قعدي قدامي بنتي. واسمك؟ ميلان. ها؟ ميلان. واش بك عيانة هكذا؟ عييتي؟ نورمال تكوني نشيطة. وشحال في عمرك؟ 5 سنين. الله يبارك. وين تسكني؟ في بير خادم. في بير خادم. وين تقراي؟ في مفتي زكريا. مفتي زكريا وين هذه؟ في الحاسي. واش من حاسي؟ حاسي حاسي مسعود. حاسي مسعود. دوك تروحي حتى جيتي من حاسي مسعود وتروحي لحاسي مسعود ها؟ برافو برافو. عطوها تحية. جات من بعيد جات من بعيد بنتي هذه. احكي لنا النكتة تاعك. كانت واحد النملة. ايه؟ كانت خايفة من واحد كانت تخاف من الأسد. ايه؟ وتخاف من الفيل. ايه؟ خلاصت؟ تخاف من الأسد والفيل في زوج. هيا برافو 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 بنتي تسلي. يلا احكي لنا احكي من الميكرو. كان واحد الخطا. واسمك؟ عادل. عادل وين تكون عادل؟ في دي ابراهيم. دي ابراهيم. اوكي مرحبا بك عادل. احكي لنا النكتة. كان واحد الخطا واحد المرأة كان بكيت في الطاكسي. كانت تمد الطاكسي هذاك اللوز تاكل الشوكولاتة. برافو. تعالي بنتي تعالي 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 بنتي تفضلي. واسمك بنتي؟ رشا. شحال في عمرك؟ 9 سنين. وين تسكني؟ دالي ابراهيم. دالي ابراهيم. تعرفي عادل؟ عادل تعرفيش؟ بارك جارك. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد الخطرة واحد الولاد تحرقت دارهم راح باش يعيط لي بومبي باش يكتب 14 كتب 41 كي جاو لي بومبي جاوب الماشريير. اوكي اوكي اروح ولدي تعال 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 تفضل. واسمك؟ انيس.
شحال في عمرك؟ سبعة. وين تسكن؟ زي إبراهيم. شحال في عمرك؟ سبعة. سبعة أيام؟ أه؟ سبعة شهور؟ لا لا. سبعة أيام؟ لا لا. شحال؟ سبع سنين. سبع سنين، عم بالي سبع شهور. يحكي لنا النكتة تاعك. كان واحد جزائري وكان واحد فرنسي وكان واحد إسباني. طاحت لهم بساعة تذهب بيك تشبك الفرنسي غرق، تشبك الإسباني غرق، يوصل ديال الجزائري قال لهم دولي لأبوي. قفز قفز. برافو 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 يا أطفال. وش رايكم دركا نروحوا الجواب عن اللغز؟ انتقلوا من مكان إلى مكان بدون أن أتحرك. من أنا؟ قولي لنا بنتي. وش هو الجواب؟ الريح. لا لا، مش الريح. طائرة. مش الطائرة بدون أن تتحرك. لا تحرك. بيروكي. برافو برافو مليح. شو عنده الجواب؟ بسنا ونشوف هاد الشابة هادي. قولي لي بنتي وش هي؟ سحابة. لا لا، تتحرك سحابة، حاجة تنتقل من مكان إلى مكان بدون أن تتحرك. الهاتف. لا 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 لا، الهاتف يعني يربط بيناتنا بدون أن يتحرك، ولكن هاد الشيء الأرض. ماشي الأرض، ماكش بعيدة بزاف. البحر. البحر، ماشي البحر. خصنا تشوف نشوفوها. واش هو؟ دمية. دمية. لا لا، ماشي الدمية. القمر. ماشي القمر. صوت. طارق. صوت. 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 لا لا، ماشي الصوت. صوتي انت. سماء. ماشي السماء. قل لي. البحر. ماشي البحر. الشمس. ماشي البحر. الشمس. ماشي الشمس. يلا قل. حطبة. حطبة. لا لا، الحطبة تتحرك. واشن؟ شكون؟ طريق. واش هو؟ طريق. الطريق هو الطريق. اروحي بنتي، تعالي تعالي، اعطيه الهدية تاعها. برافو. اروحي بنتي. فوالا، برافو برافو على الجواب تاعك، كان هو الطريق. اذا عمو يزيد يهدي لك سيدي ألبوم مدرستي، ويهدي لك كذلك قبعة مع عمو يزيد. يا أخي بالتوفيق بنتي، تفضلي. عفوا 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 عفوا. كاين عيد ميلاد شمس الدين، سبع سنوات. تفضل شمس الدين، نحتفلوا بعيد ميلادك. تعال 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 ولدي. إذن شمس الدين، احنا رايحين نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد. اصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع شمس الدين واحنا نغنوا له. يلا عيد ميلادك احلى عيد. تعال. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
يقولوا وجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن لا تحزن إذن سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوج برافو 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 إذن شمس الدين عندك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد هذه الشهادة هديها لك عمو يزيد وانتوما كامل غير تخرجوا الشهادة تاعكم راهم واجدين باش تاخذوهم معكم اليوم كامل وتعلقوهم في المنزل يبقى لكم كذكرى يا أخي تفضل إذن احنا راح تقطعنا الكاتو وأنا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة سلام حبكم يا أطفال لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو